مرحبا بكم في الحصة الرابعة تاع سهام مدرسة أمنيتي. ترحب بكم إن شاء الله تكونوا فهمتوا لي بلاك تاعنا. ديروا لنا جام ولا عجبوكم ديروا لي جام باش نزيد نحط لكم بزاف بزاف لي فيديو. هكذا زيدوا دعمونا، نحلينا حليت قناة جديدة إن شاء الله دعمونا وديروا لنا الكوراج باش نزيدوا نخدموا بزاف بزاف. مرحبا بكم عندنا اليوم، راح نكملوا الإشارات اللي بقاو لنا. هاد البلاكات تقول لنا المسموح. واش معناتها المسموح؟ كي تكون هادي برك وحدها راهي رايحه تلغي لنا كل الممنوعات ما عدا الوقوف والتوقف، ما عدا الوقوف والتوقف. اوكي فهمنا، نهايه الممنوعات بدايه المسموحات، نهايه الممنوعات بدايه المسموحه. مسموحات مسموح تجاوز سرعة 60، مسموح التجاوز للسيارات، مسموح تجاوز للشاحنات، مسموح استعمال المنبه الصوتي. كنا قريناهم في الممنوع، هم كانوا حاطيننا باللي ممنوع نديروا هذه الحاجة، ممنوع التجاوز، ممنوع استعمال المنبه الصوتي. هنا عكسوها لنا، جات هذه البلاكة تلغي لنا واش كان الممنوع، ولات لنا مسموح استعمال منبه صوتي. كانت عندنا بلاكة تقول لنا ممنوع التجاوز للسيارات، هنايا سمحوا لنا قالوا لنا مسموح التجاوز للسيارات. ان شاء الله لكم البلاكة تاع المسموحات ما فيهاش بزاف، ان شاء الله تكونوا فهمتوها. ندوروها للاجباري. الاجباري هذه هي لازم علينا، توبليجينا باش نديروا هذيك الحاجه في هذيك الطريق، ترغم علينا، تفرض الوجود تاعها، لازم علينا نديروا هذيك الحاجه في هذه الطريق. هنا يقولنا اجباري اتجاه على جهه اليمين، اجباري الاتجاه على جهه اليسار، اجباري اقصى اليمين، اجباري اقصى اليسار، اجباري الدوران من جهه اليسار، اجباري الاتجاه للامام، اجباري الدوران من جهه اليمين، اجباري الدوران على اليسار او الاتجاه للامام، اجباري الدوران لليمين او اليسار، اجباري الاتجاه للامام او الدوران لليمين. نزيد لكم هنايا، هذا يقول لنا الدوران اجباري، يعني رونبوا اوبليجي، دوران اجباري، اجباري ممر اجباري للدراجات، ممر اجباري للدراجات، ممر اجباري للراجلين، ممر اجباري للخيالة، اجبارية السرعة 30، اجبارية السرعة 30، اجبارية وضع السلاسل الثلجية. هنايا البلاكة كنا عرفناها، قلنا كي تكون زرقاء كامل هكذا بهذا الشكل معناتها اجباري. عندنا خطها وهي تلغي لنا الاجباري اللي كان ملزوم علينا نديروه في هذيك الطريق. هنايا قلنا نهايه ممر اجباري للدراجات، نهايه ممر اجباري للدراجات، نهايه ممر اجباري للراجلين، نهايه ممر اجباري للاحصنه، نهايه ممر نهايه السرعه الاجباريه 30، نهاية إجبارية وضع السلاسل